السلام عليكم خوتي اخواتي البنات، كلكم بخير. هنا في الباتيسري ان شاء الله اليوم نبارطاجي معكم، نشارك معكم كيفيه التحضير ديال الشنيك وديال الكرواسون ان شاء الله مره اخرى، وغادي نشارك معكم ملكين لاباط كيفية تحضير ديال العجينة ان شاء الله المرة الجاية نشاركها معكم ان شاء الله. كيجيو رائعين، هادو تاهم على هاد الشكل، هادو معمرين بلاباط اموند بالعجينة اللوز. كيجيو رائعين بالعقدة كما كنقولو حنا، وهادو بالفواكه الجافة الشنيك، وهادو بالشوكولا لاميم لاباط، غير مبدلين فيها كل حاجة وشنو فيها والطريقة. ندوزو دابا للتحضير كيفية هذا. هادي المهم اللي عندو هدا حيت بقا الباتيسري، هادي لاماشين تاع تورق تورق لاباط، هو اللي في الدار يدير ديال اللي كنورقو بيه. أنا البنت مكلفة بهاد لاباط فيتي ولاباط لاباط صابلي، انا اللي مكلفه بها. الاخت الاخرى كتدير الحلوه الكيك، انا سبيتو مكلفه بلاباط صابلي ولي طارت، ومكلفه ب الجينواز. دابا المرة الجاية ان شاء الله راني صورتها، المرة الجاية ان شاء الله نشاركها معكم. مع دابا على حسب الخدمة يعني مقدرش نبقى نصور وناخد الوقت ديالي، و مكنش ليا كنبروفيتي بحال هكا ونصور نشارك معكم. لاكريب باتيسري واخا كتبرد وكتقصح كتسرحها، ملي كطيب كتجي رطبة. لاكريب باتيسري الكل كيعرفها، واللي باقي ما كيعرفهاش شي نهار نصوبها في الدار ونشاركها معكم، حيت راه ماشي كلشي كيعرف. البنات المبتدئات علاش كنهضر، اما تبارك الله دابا راه كلشي بزاف لي كيدخلوا اليوتيوب وكيشوفوا كيحاولوا يتعلموا. البنت هذه خدمتها النهار كامل لاباط فيتي، تدير البيتزا، دير المهم الفواكه الجافه. هذا البغيوش شنيك مع انا صوبت البغيوش جغزال بقى في بالي، شي نهار نشاركو معكم. جفن صراحه جا زوين، حسب من الطريقه ديالهم هما اللي كيديروا، جا واعر. صوبت البغيوش ديالي اللي كنصوب جا واعر فريمون. كيف صوبتو كيف مشى في البلاصه، المره الجايه قالوا لي ديري اكثر، ديري الكميه اكثر. المهم كتلوي بحال هكا باش كيخرج زعما ياخذش الوقت. نيت البريوش هذاك الشنيك العادي ديال الدار كنديرو ليه بحال هكا، هذه هي الطريقه، هذه هي الطريقه ديال الشنيك. صافي غادي تقطعو
نتوما قطعوه على الشكل الصغير، حيت هنا الباتيسري تيديروه ما كبير، تيجي كبير. نتوما غادي ديروه على الشكل اللي بغيتو. هنا درتو كبير كي راك شفتو في البداية كيفاش جا كبير، ولكن خاوي من الداخل، ما معجنش ما مدقش. دابا كتشوفو تتقولو غادي يجي هكا، ولكن كيتحل كيجي مورق. هاد التاني هو اللي غادي يدير بالشوكولاط، حتى هو بنفس الطريقة بلا كريم باتيسري، وغادي يدير عليه الشوكولاط. الكرواسا كانت دارتها الباكية ديال الشوكولاط باقا حداها، ما صورتهاش، كنت مشغولة. حتى دابا مشغولة، غير خليت خدمتي وجيت بالزربة كناخد هاد الطريقة كيفاش كيفاش كتخدم. هاد لاكريم تجي قاصحه بحال هكا وكتيبس، حيت حطاتها حتى بردات عاد باش خدمتها، وملي كتبرد راه كتقصاح، وملي كتقصاح عاد كتعاود تخدمها بحال هكا وكتسرح، ولكن ملي كطيب كتجي معلكه وكتجي بحال الا درتيها سخونه. حيت انا كانت عندي فكره كنقول هاد لاباط ما خصهاش تبرد، ولكن الا بردات وعاودتي طيبتيها كتجي خيره. هذا الشوكولاط على هذا الشكل، هذا صغير رقيق. طريقه احترافيه. خمس سنين البنت وهي كتخدم هنا، خمس سنين، والاخرى 14 عام، والاخر 12 عام، وتا الام ديالها كتخدم هنا حتى هي خمس سنين. انا قلت نوريكم نشارك معكم الطريقه باش نسهل عليكم باش تجيو تخدموا تصوّد شي ديال الباتيسري. هذه بحال هكا غادي تقطع الجناب باش تجي داكشي مقاد، الاطراف اللي زايدين المهم تقطع بحال هكا. دابا غادي تقسمو من الوسط، دابا غادي تشوفو كيفاش غادي يجي. غتجي الطريقة ديالو غزالة، الشكل ديالو رائع، وحتى المذاق وحتى الماكلة. هذا هو الشكلاط، شفتو كيفاش داير؟ أنا قربتو، كنلكم ديرو الشكلاط اللي عندكم يكون رطب يكون شوية من صغير. غادي تقسموها من الوسط، على هاد الشكل هذا موس سبيسيال.
ترش عليها لافارين باش ما تلصقش. ودابا غادي نشوفوا الخدمه كيفاش غادي تخدمها حتى ترجع على هذا الشكل جميل. يلا دابا غادي نشوفو كيفاش غادي تلويها حتى ترجع كتاخد الاطراف وكتدخل من الوسط وتخرج على هاد الطريقه هادي. نتمنى نوصل لكم طريقه مزيان. سهله ولكن كيفاش كتجي الا لقيتيها غادي تقول ما نديرهاش صعيبه، ولكن كتجي على هذا الشكل زوينه سبحان الله. شوف كيفاش جات زوينه ملي كطيب حتى هي كتحل وكتجي رائعه. ولكن اللي كيبغي زعما اللي كلا مره ماشي مشكل، ولكن مع الزبده راكم عارفين الكرواسون كيفاش كتكون مع الزبده. هو اللي عنده الصحة يأكل دائما، ولكن مرة ماشي مشكل. أنا ما تناكل هاد الشيء ناكله في البلاصة ما نقدرش، كنذوق وصافي. هادشي ديال الإدام وهادشي ديال الزبدة وهادشي ديال كنقدرش عليه. عندي مع داكشي الخفيف كيجيو على هاد الشكل زوينين صراحة. هادو الاخرين اللي عامرين بلاباط اموند، لاباط اموند راه ديرو ديالكم اللي كتعرفو. مرة اخرى نشارك معكم هاد لاباط، هاد لاباط اللي دارت كلكم ديروا العقده كما كنقولوا حنا ديال اللوز، نديروها خفيفه شويه. ولا المهم المره الجايه ان شاء الله ماشي العقده، العقده عندنا قاصحه خاصها تكون. دابا ناخذ لا غوسيت ديال هذه شي نهار نشاركها معكم. حتى هما كيجيو رائعين. كرواسون شي نهار نشاركها معكم، جات تجي واعره صراحه، تجي زوينه ناجحه 100% وسهله في الخدمه. غير الطريقه كيفاش خصنا تكون عندنا في بالنا. وما هادو اللي عمرتهم بالباط اموند، هذيك اللي كتلوي على هذا الشكل تيجيو زوينين محلولين. وهذا هو الشنيك اللي جا، راكم كيفاش كتشوفوه راه خاوي من الوسط من فوق دابا بحال هكا، ولكن خاوي من الوسط وزوين. وكل ما كانش في المستوى زوين ما غاديش نشاركو معاكم الصراحه. وتنتمنى الفيديو تكون فيه الفايده ان شاء الله، واللي شافو وعجبو هاد الفيديو ما ينسانيش بلي لايك وبالبارطاجي وكومونتير. والسلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا لكم.